نروح بفقرتنا التالية لتجربة أخرى من النجاح فيها الكثير من الأمل والإرادة، فالعمر أمام أحلامها وطموحها هو مجرد رقم عابر، فهي استطاعت أن تكون أيقونة التعليم المفتوح كما أطلق عليها بعد أن دخلت كلية الإعلام لتصبح خريجة بعمر 70 عاما وبمعدل جيد لتصبح أكبر الخريجات في الوطن العربي. روحها المفعمة بالشباب وأفكارها المليئة بالقيم والخبرة تجسدت بمجموعة ضخمة من قصص الأطفال الذين كانوا محط اهتمامها. اليوم رح نتعرف أكثر على السيدة كنينة دياب لنتعرف على تجربتها الخاصة بمجال العلم وأيضا الكتابة القصصية للأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم أهلا وسهلا فيكم. تسلموا يا رب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني بعد مسيره حافله واعوام طويله من العمل والنجاح، خلينا نحكي شو اللي جذبك لمجال الاعلام؟ هلا انا خريجه ادب انجليزي من 72 فاشتغلت كنت بدبي، اشتغلت بجريده الخليج ترجمه، بعدين شوي شوي صرت اشتغل اكتب قصص للاطفال. فيعني انا ابتديت مثل ما بيقولوا ابتديت بالمقلوب، يعني انه اشتغلت اعلام بعدين درست اعلام. فانا كوني شغله اعلام، شغله ترجمه بجريده الخليج وتحرير وكتابه للاطفال. كمان كان عندي تجربه بتلفزيون دبي اعداد عدت 90 قصه، فكانوا مذيعين يقراوها، احيانا ممثلين مصريين يجوا يقراوا القصص. كل اسبوع كانت سموها قصه الاسبوع، وبعدين رجعوا سموها قصه المساء. المهم 90 قصه اذيعت في تلفزيون دبي. فمدير إذاعة دبي قال يعني شمعنا بتقدمي للتلفزيون ما بتقدمي إلنا؟ فرجعت عملت إعداد لحلقات لبرنامج نموذج للأطفال، بعدين بتقدمتهم دورة 3 أشهر، دورة بعد 3 أشهر، وهيك يعني. فالحمد لله كان ماشي حاله ونال الإعجاب. فأنا إلي سابق بهالعمل هذا ورجعت أكتب للأطفال هون. فلما بنتي وحفيدتي أخذوا البكالوريا، فقلت لها لبنتي انه انا ممكن سجل معكم يعني ادرس بالجامعه. قالت لي ماما كثير حلو انه بنروح سوا بنجي سوا. فالحفيده تخرجت تصميم ازياء وهلا معيده بالمعهد تصميم الازياء. انا وبنتي ندرس اساس اعلام. انا كملت وتخرجت، وهي اتجهت للغات، يعني تعلمت قوت حالها بالانجليزي، تعلمت تركي، تعلمت هولندي، هلا هي عايشه بهولندا. يمكن حابه ترجع على تجربتك. فعرفتي انه بدها انه دائما كل شيء. فانا لما تخرجت بالضبط لما طلع القرار كان عمري 77 شهر، يعني يبدو رقم السبعات كان حلو معي. العمر كله يا رب. الله يسلمكم يا رب. فلما بدهم يعملوا كل سنه هنا بيعملوا حفلات تخرج، فما عملوا حفله تخرج، فانا كنت عاتبه انه انا يعني كنت عملت حفله انا مع الدكاتره تبعوني مع زملائي الحميميين كثير، ما بضيع الفرصه، لانه دائما انت الفرصه بوقتها حلوه انه عيشي يومك الحلو. فالدكتوره صفاء اوتاني عرفت انه انا هيك عاتبه عليهم، قالت لي انت بتجي وبشكل خاص بدنا نعمل الحفله بتكوني معنا. فوقتها اطلقوا علي لقب ايقونه التعليم المفتوح، اكبر خريجه في الجامعات السوريه. بس يعني كمان يعني ما في بالوطن العربي خريجه، في ناس عم يدرسوا هلا، في وحده باللاذقيه عم تدرس لساها سنه ثالثه بعتقد، بجوز اكبر مني حتى. بس كخريجه اول خريجه اكيد. يعني يعطيكي طولة العمر، دائما السيدات بشكل عام بخافوا يذكروا اعمارهم، ولكن لا 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 انا بقول انا بالعكس انا بحب شهر شباط لانه مواليدي 28/2 مواليد 48، فتلاقيني دائما بشباط وبآذار بحس انه هالحياة فيهم، الربيع حلو، الحياة بتبدا، وانا كل سنة برجع ببدأ من جديد، بحس حالي انه خلقت من جديد. واضح واضح ولازم يعني مسيرة طويلة من العمل. ايه ولازم كمل، يعني عرفتي انه في مبدأ انا عايشة فيه، يعني انه انت لما بدك تحطي راسك على المخدة، لما انت عندك امل في شيء بكرة بدك تعملي، فعلا القلب والدماغ بيشتغلوا. عرفتي؟ فهذا المبدا انه انا عندي شيء لبكره اعمله، فدائما عندي طموح لبكره. بس انه انا كلهم بيسالوني انه شو خطر ببالك تدرسي يعني بعد هالعمر كذا، فكان عندي شغلتين، يعني انه اولا كان كثير حلو انه تتخرج الام والبنت والحفيده، شغله كانت فريده طبعا. الشغله الثانيه انه انا بدي اتحدى نفسي انه هل انا لما سجلت كنت 66 بدانا الدراسه بال 67، هل انا بال 67 قادره اني احفظ هالكتب كلها؟ والضخم البرنامج الاعلام ضخم، يعني كل فصل 5 مواد وكل ماده يعني ما بها شيء. فانه هل انا قادره احفظ هالكتب هذه وصبها على الورق؟
هل رح انجح؟ كان في رهبه بالاول، بس ابتديت اول ماده ثاني ماده رجعت كاني لا، وبعمل احيانا بشاغب بالصف ورا المقعد عادي، رجعت تلميذة صغيرة عادي مثل البقية، يعني ما حسيت بالهذا، وبالعكس كانوا رفقاتي يعني مثل أولادي، وكنت سعيدة أنا وياهم، وسجل المحاضرات وأكتب نوتس فقضيت عمر حلو فيها. أولا أنا تحديت نفسي، بعدين أنا في عندي فكرة أنه بدي أكتب يعني ممكن قصة طويلة أو شيء أنه عن معاناة طالب جامعي أو طالبة جامعية، يعني لأنه إذا ما عشت أنا وانخرطت ما بقدر أكتب عن هالشيء. أكيد. يعني اليوم حكينا عن الإرادة والطموح عند حضرتك بكلية الإعلام، ولكن سلامي. ما كان في لحظات من الصعوبة يعني بالعودة لمناهج الدراسة اليوم، تنظيم الوقت، أو حتى يمكن التعامل مع مفردات أو مصطلحات هي شوي جديدة صارت ضمن أروقة كلية الإعلام، كان في نوع من الصعوبة؟ هلا أنا بالنسبة لي ما حسيت أنها صعوبة، يعني أنا كانوا يستغربوا أنه كيف متجاوبة مع الدكاترة، يعني هن الدكاترة عم يشرحوا أنا متجاوبة وأحيانا كمل لهم. لاني مثل ما قلت لك انا اشتغلت بالاعلام قبل، فلك الخبره ايه انك كيف تدخلي على الاستديو، كيف تقولي، كيف كذا كيف كذا، فلما الدكتوره عم تشرح لنا انا عم اقول لها ايه، وقول لها كمان كان في اجهزه قديمه هلا ما موجوده كان كذا، لانه انا لما ابتدات اكتب للاطفال بشكل جدي بال83 يعني عمر صحيح. بكتب فكتير عندي قصص، فلما بدأت العمل بالإذاعة كمان كانت بال 86 87، فيعني الأجهزة كانت قديمة، أنتوا هلأ كله جديد، فمثل ما عم لك أنا ابتديت بالمقلوب، يعني حتى اشتغلت بزماني دليل سياحي بال 75 76، بال 97 عمل دورة سياحة، كان دورة مركزية عاملينها باللاذقية بال 97، وقتها زرنا المناطق الأثرية بسوريا كلها، يعني فكانت متعة، يعني سياحة وأعلام وقصص ولغات، يعني مثل ما بيقولوا ما شاء الله أول شيء، والله يعطيك طولة العمر، يعني تجربة كثير كبيرة. لا لسه في قدامي الله يعطيك يا رب أكثر. نحن فخورين اليوم صراحة أن نكون مع سيدة مثلك عندها هي القدرة أنه هي تستمر بالحياة، مو بس تستمر بالحياة وبالعطاء أيضا إن شاء الله. اليوم أكيد لكل شخص بالحياة في داعم، في عراب، في حدا كان عم يخليني أقول عم يدفعه لحتى ينجز ويعمل هذا الشيء، مين كان الداعم لحتى؟ لا في اثنين مثلا أعلى عندي بالبيت، أنا كان من أهلي، مثلا الوالدة كان عمرها شيء 53 سنة، ونحن لما كنا صغار ما بنعرف انه هي بتعرف تقرا وتكتب، تكون قاعدة عم تطرز وبترسم زهور وبتطرزها، وبستات البيوت القديمات سنارة كذا، فتقلي اقعدي حطي كتابك جنبي سمعي لي مثلا، تقلي انت مو حاسة انك عم تعيديها مرة ثانية، انا ما بعرف انه الماما ما بتعرف تقرا وتكتب. فلما صرت سنة أولى جامعة في مدرسة محو أمية قريبة من البيت، فقلت لها ماما روحي سجلي وأنا باخذك وبجيبك كل يوم، لا وعيب ومدري شو، فشجعتها راحت صارت تدرس. فبتذكر منهم مره انه كان عندها املا، جيت لقيتها عم تبكي وانه هي ما حفظت الاملا، يعني قلت لها ماما سهله انه انت بترسمي زهور ارسمي الحرف يعني، فقامت صارت هيك شوي بعدين، والورقه يعني هي امي من دموعها كانت تخلق فرحه، وانا اخذه منها هالشيء يعني الحمد لله، الله يرحمها ويرحم الجميع الله يرحمها. فمسكت القلم حطته بالورقه هيك وصارت تعمل هيك، لانه الورقه انخرمت وهي عم تمحيها يا حرام. قلت لها خلص الورقه بنلاقي لها حل وانت بس اكتبي. دربتها على الاملا وكذا وما بدها تروح، خفت انها ما تروح، قمت انا وصلتها على باب المدرسه. فجايين رفقاتها عم يقولوا انت ما حفظتي الاملا هذيك، تقول لها والله ما كان عندي ضيوف، وكل وحده تقول شكل. فالماما اعتزت بنفسها انه هي حافظتها للاملا. حسيت في انه هيك يعني ثقتها بنفسها، فوصلتها لباب الصف وجيت وقفت عند الشبابيك، كان بيومها التلفزيون السوري جاي يصور الدارسات الكبار بالعمر. فهي كانت اكبر دارسه بمحافظه دمشق. فالأنسة سناء حبيبة قلبها كانت لأمي، قالت لها تفضلي وجهها اكتبي الإملاء على اللوح. فهي حسيت فيها أنه هي كأنها بعالم طائرة، أنه هي بتعرف وعم تكتب الإملاء، فعلا كانت على سبورة صح. فأنا هي أكبر قدوة بالنسبة لي، أنه ما في عمر ممكن الواحد يتعلم طبعا. القدوة الثانية أخي درس بالجيش، تخرج من الجامعة أخذ فلسفة، عمل ماجستير، تزوج أولاده وتخرجوا من الجامعة، هو بذهنه الدكتوراه، لما أخذ الدكتوراه كان عمره 72 إلا أسبوعين، ما شاء الله، وأخذها بدرجة جيدة جدا.
فهدول القدوه والمثل تبعي، فشو بدي اعمل انا؟ اكيد لازم اعمل احسن منهم يعني كمان. يعني الحمد لله. الاراده والطموح هو شيء متوارث عندكم بالعائله سلالي. يعني واحلى وراثه اذا بدي اقول. الله يخليك. اليوم خلينا نحكي عن نظره المحيط لحضرتك، يعني من النماذج اللي ذكرتيهم كنت كمان مو بس عم تاخذي منهم عم تدعميهم. خلينا نحكي اليوم الطلاب بالجامعه اللي كنت تقعدي جنبهم على مقاعد الدراسه، الجيران، الاهل، المحيط، كيف كانت نظرتهم لحضرتك؟ هلا بالنسبه للطلاب اول شيء استغربوا، يعني ما صدقوا، فكروني انا عم بجي اتسلى. بعدين شوي شوي لما عم يشوفوني انه انا عم حط اشارات على الكتاب، عم بكتب نوتس كذا، ياخذوا مني يستعيروا، والله هي مزبوط عم تدرس. بعدين في منهم شو شكوا انه انا لاني كبيره انه مجامله حينجحوني. نعم. ايه فبس لما يشوفوني قاعده وعم اقدم الامتحان واحيانا سلم الورقه اقول لهم ما بعتقد انا هالمره رح انجح بالماده ما كذا، فحسوا فيني وصرنا كثير رفقات. احيانا نعمل جروبات ونعمل رحله ونطلع سوا، يعني عشت معهم حياتهم. ففعلا هدول انت لما بتعيشي مع الناس اللي روح الشباب فيهم انت بتحسي، فكتير حلو. بالاضافه لانه انا عندي عالمي الاطفال، يعني انه اكيد يعني هدول بيمدوني بالطاقة الحيوية الحلوة كتير. يعني يمكن الحديث بيطول مع حضرتك وتجربة عمر سنين. تسلمي لي. خلي لي ياكي. خلينا هيك بختام حديثنا اليوم نحكي عن المرأة السورية خصوصا بهي الحلقة الخاصة، شو بتوجهي هيك تحية لكل امرأة بسوريا ولكل امرأة ممكن تتحدى الظروف والعمر وكثير من العقبات اذا فينا نقول؟ لا شوفي، بالنسبة للمرأة السورية انك تلاقي امرأة بالوطن العربي، ما بدي احكي بالعالم، شخصيتها كنسبة، ماني عم بحكي انا كلهم، في ناس ضعاف، كنسبة المرأة السورية كثير قوية اذا انعطت الفرصة. لأنه في كتير ناس حولها جو ممكن يحبطها، فهي مجرد أنها تتبع قلبها وروحها بتوصل. يعني كتير أحيانا بتلاقي الوحدة مثلا عم تعمل أكل ببيتها، عملت شيء صح، بتعمل أكل وبتوزع، بتعمل أكل يعني حتى إذا مقتدرة كمان عم توزع، يعني عم توزع للجيش، للناس، للفقراء، لكذا، يعني قادرة، بتلاقيها بتخلق من اللا شيء شيء. فأنا بؤمن كتير بالمرأة السورية أنه بيطلع معها كتير. في منهم بعد ما انا درست وهيك هلا تشجعوا، يعني في منهم السنه بدهم يقدموا بكالوريات مشان انه يدرسوا جامعه، يعني كبروا الاولاد. طيب انت شو بتقعدي؟ بعدين انك تضلي تقولي والله ابني ما اجى يزورني، طب ما هو له حياته، يعني الحياه هلا كثير عم تشغلهم، الاولاد، الحياه، كل شيء عم يشغلهم. فانت بدل ما قاعده وتحطي حزنك لا اعملي شيء. ففي ستات مثلا حتى الاميات صاروا عم يحاولوا يتعلموا، يعني فان شاء الله انه قدرت اعمل شيء، انه شجعهم انه يعملوا شيء. فالعمر ما هو يعني انه والله، طالما انك قادره وفكرك شغال فممكن. المراه لا بالعكس، المراه السوريه مبدعه جدا، وانا بحيي كل نساء العالم والمراه السوريه بالذات، يعني من ام الشهيد لزوجه الشهيد للي عم تربي الاطفال. يعني هلا انا تعرفت من يومين على وحده انه الام والاب استشهدوا بمعركه ما، وهي عم تربي لهم ابنهم وبتعشقه وبتحبه كثير، يعني انه هالعطاء اللي عم تعطيه هذا كمان. انا احيي كل مراه عندها العاطفه هذه. يعني اراده المراه السوريه ما بتوقف عند رقم أبداً، ولا حتى تضحيتها. اليوم كنتي نموذج مشرق للمراه تسلمي. السوريه، شكرا كثير لوجودك معنا لليوم. تسلمي. وهدول نماذج الكتب اللي جبتهم من كتبي، هدول هديه لكم، وزعوهم. شكرا كثير لك، تفضلي خليكي معنا. شكرا لك، شكرا لوجودك.